خلصتها؟ سويتها لك. ها. السلام عليكم. اليوم مقطع مع عزام راح يكون ماب بالمقلوب، انت تبدا في النهايه راح تنتهي في البدايه، راح تفهمون اذا شفتوا المقطع. فكل اللي ابغى منكم لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين. كل شوب ما ابغى اشيلكم فيه، بس اللي يبغى يحطه يحطه. شكرا لكم على دعمكم، خليكم على المقطع. نعم، معنا سلوم. يا هلا يا هلا. سلوم اهلا وسهلا فيك. اخر مره صور مع سلوم كان في ماب ذا دروبر، اللي ما شافه يروح يشوفه. يا قدمه والله قديم. شيء مره قديم. الزبده ان ماب اليوم لازم نبدا بالعكس، يعني احنا الحين في ماب جي اف ماب في غرفه الجي جي، ولازم نوصل الى البدايه واللي هي رقم واحد. فما ادري شلون الماب بيكون، ما ادري يعني ما شفت ولا شيء، لكن يعني شوفه هنا كاتب جي جي يوين، يعني انت فايز. داكسر بلين. فانت ما لعبت كذا يحس مخك لازم تعيد الحين. دي خايف الكلابات، اما ما اقدر. اوه الفلسات. دام. اوه لازم اصلا اخذهم. يا طيب. دي خلينا نشوف. اوه لازم نروح هناك. شوف هناك. ايوه. جرب هنا. روح. انا خايف انك تطيرني بس. ها؟ اوه عرفت الطريق. اسمع. اي الظاهر لازم اسوي امبولس. اصبر 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 اصبر. طيب ليش ما اخذ كل الدنيا انت هناك؟ اوه. انا كذا داك عارف اللي شد كل شيء وامشي راح. والله استغربت. الله عليك. اوه سويتها. ايه دي دي دي. والله ما توقعتها اصلا تمشي. لا والله ما توقعتها تجي معي. والله صدف يا شباب الصدف. دي دي دي. اربعه تحتي صح؟ يب تحتك والثانيه جدار. ايوه يس صح عليك. اوكي الحين احنا بليفل 20 ولا 20 19 18. يا ساتر. اوه لازم ادخل مدريشه. دقيقه مدريشه توني. انا 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 طريق سيدي ما فلحتي بفلح مع هذه. يا رب ما يطيرني. لا اوكي. هذه شلون يا اخي؟ اخبارك؟ اهم شيء في ريسبون حق بولز، بس خلاص امورنا طيبه ان شاء الله. اوكي طيب يا ابن الحلال. خلتني مرسب. هلا شوف الله اخيرا. والله اخيرا. يلا راح. يلا راح. صدف الحمير عجايب. انا رميت ورا ليش؟ يا ساتر. انا رميت ورا ليش؟ انا اعلم الناس الحل دائما. اوكي وانا اللي اسوي. اخيرا اخيرا. ليتس جو صفقه يا حبيبي. اقول هنا في تشيك بوينت ولا ما فيه؟ اتوقع ما فيه. لا ما في تشيك بوينت. تكفى يا ايه يا رب. فلازم تروح لذا. يا رب سلم وترح حتى. انا اسف والله. شوف راح سويت بلشنا بلشنا. رجعنا الجرابلر. اسس بحاول اجيب ثاني واعطيك اياه. فوق فوق تعال هنا. اي بجيب ثاني بس خليه رصد. عادي روح ومت. اناني جيب روح مت وارجع. روح مت. هذه هذه اوكي. اوه فخ 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 فخ. متاكد؟ اي والله 18 بس ايزي. لا لا يا الله. ما ادري ما ادري عجزت كذا اضغط مره ثانيه ما ادري ثاني. يا ربي. اوكي ايزي سويتها. يب. والله مش شف ثاني نطه. لازم تنط يعني من اخر شيء. اوه سلام. سلام. افتح الباب. فتحته والله فتحته. عيا حركه. جرب. والله شفت شفت انا قايل لك. الله دحم عزام. حتى لخبطت في الاسم من الجلطه هذه. مره واحده بس. لو داري كان ده. انا قايل له قدم الغشيم ملحقه. ولا دقيقه. اوكي 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 يعني نخلص. في باب النهايه. ليه 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 ليه؟ افتح الباب افتح الباب. الله عليك اسطوره. نايس. شوف لا 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 تضغط دبليو على طول او على اخر واحده. اضغط دبليو وانت نازل كذا. اوكي انا ما نطتني خير شر. شوف ولا هو شو عندنا مع الابواب هذا راعي الباب. انا اشوف وظيفتي الحين بفتح الباب. الله شوف. اوه
هذا باركور حبل ولا ايش؟ ايش هي؟ قوله سويتها؟ ها؟ ماشي عادي، ماشي عادي، حتى ما يبغى لك نط. شوف طالعي طالعي، شوف هنا الزاوية. ايوه. زي الطقة، شوف نازل على تحت بزيادة يعني. ايه. بعد النزل نط، فهمت؟ اوكي. بعدين نط، لا بعدين نط. اوه هذا يمسك يمسك، اوكي. لا، تكفى يا رويس. تكفى يا رويس. رجعني. ساتر. ها؟ اوهو خلصتها. قله. صدقني ايزي، صدقني صدقني يعني. ايوه يا حبيبي ايزي بيزي عادي عادي رقيك هو انا خرجت زيك شفت لا لا تقول اخذ شمود تقول اقول اخذ شمود اي خذيته خذيته والله ما له داعي مره وات سلوم طحف طحف هذه ايش عزيزي اخي اخي راعي الماب عزيزي اخي راعي الماب رجع ليش سوي مابك صعب اها ها اها والله توقعت تعال نصاب لا يا شيخ والله اني ما تدري اسمع اقول لك شيء يضحك ايوه تدري اني جالس كذا تدري اني جالس كذا ما انتبهت ان في هذه فوق والله انا قلت وش هذا انا قلت وش هذا وين طيب هذه شلون تبغى نط نط عليه اوكي بغيت تطيح بس ايزي والله ترول ترول مليون حق التبطيع حطها بالعكس كسلوا من الخير يلا 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 خايف انا يلا 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 وراك وراك بيده 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 اوه ديو كفو هذه هذه كذا شيش طار طار هذه كذا سويتها شو سويت انت؟ اخر شيء لازم تلف يسار ليه صاغ عليك تعال يلا الله عليك وخر وخر خلني اخذ الاكسبوينت هذه كذا ورطه بس بدون ما تعال شيك طلعت برا المعبد اوه قول اللي بعده لازم تدخل مع الباب الاول ورا الباب الثاني اصبر شلون شلون اه بالغلط والله اوه ها شلون شو سويت لي طيب؟ ايش في مدير؟ ايش في مدير؟ ايش في؟ والله العظيم بغيت اوخرك بس ابغى انط انا. وين كنت انا طيب؟ انت واقف الريسبون في النص والله لسوي ريسبون والله. يا الله. يقطع ام الكذب. خلاص يا عم. ام الكذب نص نص. لا بيطلع بيطلع بيطلع. لا. يقرا ام القهر. يلا هاي روح روح وش لك روح انا اللي خمت الله عليك صح ما عليك تسعة 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 هذا بالفخ الحين هوا فخ هوا اه سهلة شف اوه اوه شيت اوه جديدة هذه يا ساتر لازم مشي ما توقف اقل خيرة يلا صح لا لا هذا ما دخل اوكي هذه دعسة واحدة تحداني روح انت تستطيع ايوه ايوه اديله اديله لا الاخيره والله حرام يا اخي ايزي انا اثبت نظريا انك تسوي هذا دعسه واحده اوكي يعني انت اللي جبت فكره وانا اللي اطب دائما دائما كذا هذه كذا عرفت عرفت في زي الخشب في الخشب في كذا زي خط في النص اذا انطيت قبله تضبط معك يا رجال بلا خشب بلا خراط خذ زاويه خذ زاويه كذا تعال كذا وزاوية تعال كذا وزاوية طيب اللي بعدها ليفل 6 اوكي والله مشينا مشوار بعيد لا اول ما تجي عندي احلى تحية لك كفو طيب الحين ليه نمشي على الارض مثلا ايش ما في الا الارض يعني الصدق اوه حاطط اللي تدف على الارض وش اللي تدف على الارض؟ انزل على الارض شو يصير هيك؟ اوه يدفك على قدام الصفرة عرفتها اوكي شفت طيب ما في شيء ثاني هنا هذيك الزرقاء مو بالايس الثلج ها نفس الشيء الزرقاء الزبدة خلصتها كذا عادي ما مت قالت نطلت على الارض ترى
ايوه كذا بس يعني المراحل كل ما نقصنا والله كويس ياب ياب يعني راعي الارقام هذه بسيطه خلاص على اخر ماب سهل يا اخي اول مره القى ماب على نهايته سهل شوف يسهل المرحله يا سلام والله سهله اكس الهدايا قطع شكله ايه المراحل الاخيره صعبه يلا يلا سلم يلا يلا صعب يا اخي ايش قفص حراج ذا يقولوا لك كابتن ذماب تونا بدي الماب ما 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 في جي جي هنا ما في جي 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 برا هناك الزبده ان الماب كان جد جميل فكرته مره رهيب والله رهيب 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 الصراحه ان الماب يعني انا ودي اعطيه 10 لكن في مراحل صعبه في مراحل تقهر هو لعبه صح يعني خلي المراحل الاخيره صعبه وخلي المراحل الاولى سهله يعني مره سهله بدايه مره 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 سهله لا تنسوا تشتركون بقناه سلم تلقون رابطه تحت في الوصف روحوا عنده وزوروا حطوا له لايك وكل شيء استعمل كود شب حقه في اس ال وبالنسبه للمقطعي حطوا لايك واشتراك يعني ليزو لا تنسون يعني انا مو لازم يا اخي لا تصنعوا عزانين يا اخي كل اربع حروف يا اخي ليزو وبس الله يعطيكم الف عافيه كانكم عزام سلم نشوف ان شاء الله المقطع الجاي سلام.